اهلا وسهلا بكم، رمضان كريم، رمضان مبروك لكل مستمعي موزايكا فام. شكرا على اختيارنا ريكاب سبور في توقيت جديد في الشبكه الرمضانيه من الاربعاء للاربعاء ونص كالعاده، نفس الكونسيبت نفس الافكار، 24 ساعه في 30 دقيقه نرجعوا على اخر الاخبار في تونس وخارج حدود الوطن. اليوم نتحدث على المنتخب الوطني، ساعات قبل المواجهه ضد المنتخب الليبي، محبوب الجماهير التونسيه عيسى العيدوني شنو يقول على المقابله هذه، شنو يقول خاصة على عودتو التونس بعد الاشيونس متاع المونديال، كيف كيف جلال القادر يحكي على المقابلة هذه ويحكي على ملاعبي مهم ياسر يوسف الشرميتي، الملاعبي الناشط في البطولة البرتغالية واللي عنده وصول تونسية، هل يختار تونس ولا لا؟ هذا السؤال نسمع إجابته بعد شوية مع عند المدرب الوطني جلال القادر. كيف كيف الاتحاد المنستيري يحتفل بالمئوية متاعه وسط اتهامات كبيرة بتزوير التاريخ، انه اليوم الناس منقسمة بين انه تاريخ ميلاد الاتحاد السيري عام 23 ولا 42، شنو هو القصة وشكون اللي قاعد يتهم وما هي حجاج الاتحاد المنسيري في هذا الموضوع؟ وبطل افريقيا سابقا حسام البدري يقترب جدا من النادي اصفاقسي، هو افضل اختيار للسياسات في هذه المرحلة. كل هذه المواضيع واكثر تحدثوا فيها اليوم مع اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني وليد الهيشري. هلا وسهلا وليد. هلا هيدور، رمضانك مبروك، ان شاء الله رمضان كريم على الشعب التونسي الكل. باهي نهار الاول خفيفي باهي حلو هيا باهي. عاد قمت تو انت وليد؟ لا والله لا، قايم الصباح ولا العشرة نص حديش كي. والله يعطيك صح، يعطيك صح. مناضل يا وليد، مناضل. نرحب زيدون في الاخراج، اهلا وسهلا زيدها في الاخراج الرقمي، صديقنا علي موجود ينورنا كالعاده. شاكر في الستوندار، الاتحاد المنستيري يحتفل بالمئويه، برشا اتهامات بتزوير التاريخ، هذا موضوعنا بعد لحظات. ريكاب سبور، ريكاب سبور من الاربعاء للاربعاء ونص متاع العشيه. احتفل الأسبوع اللي تعدى الاتحاد المنستيري بالمئوية متاعه، جاتوا التهاني من عدة أندية تونسية الحقيقة، كما ترجي دي تونسي نادي الفريقي وعدة أندية أخرى، مانيش حتى ما نظلموش معنا مش بسامي ولا الناس الكل. دونك التهاني جات من عدة نوادي تونسية كبيرة وعندها تاريخ، هنات الاتحاد المنستيري بالمئوية متاعه. لكن كان فما تشكيك وليد، أكيد تبعت الموضوع، برشا كلام تقال زادا أنه الاتحاد المنستيري تاريخ ولادته الحقيقي هو 1942، وبالتالي المئوية مازال لها 20 سنة ولا أكثر. في الاتحاد المنستيري يقولك تاريخ ولادتنا ووجودنا وانبعاثنا هو 23، وبالتالي المئوية شرعية والاحتفالات في مكانها وفي محلها. تفاصيل هذه كل تحدثوا فيها مع الأستاذ رياض النابلي، الأستاذ المحامي والكاتب كذلك، واللي عنده كل التفاصيل في هذا الموضوع. على وسهلا الأستاذ. أهلا وسهلا بك أخويا حيندر، تحية لك ولكافة مستمعي إذاعة موزايك أسام، وإن شاء الله رمضانكم مبروك. سنين دائما كل عام وأنتم حيين بالخير. الاتحاد المنستيري 1923 أم 1942؟ وبكل تأكيد الاتحاد الرياضي المنستيري النواة الأساسية متاع الأولى اللي هي روسبينا سبور، تأسست نهار 17 مارس 1923، هذا لا فيه شك ولا اختلاف، وشيء هذا النجم معناها نحكيه عليه بالوثائق وبالأدلة. اي بالنسبة للناس اللي ما تعرفش، انه نحن خلينا نجاوبوا على أسئلة الناس الكل اللي مطلعة واللي غير مطلعة، نحاولوا نحطوا الناس الكل في الإطار. يقولك النادي اللي تأسس عام 1923 هو روسبينا سبور، وبالتالي الاتحاد المنستيري جاء عام 1942، صارت الفيزيون ولا كان هو الاتحاد المنستيري، اما مقنع لظروف في الاخر بالكل يقول لك الاتحاد المنستيري جاء في 42 مش في 23. اعطينا المؤيدات ولا خلينا نقول الحجج على انه الاتحاد المنستيري موجود من 23. باش نذكر ياسر مؤيدات وباش نحكي على ياسر النصوص وعلى ياسر حيثيات تاريخية، اعطينا منها البسيطه اللي تتفهم للناس اللي تبعوا فينا توا واللي حقيقيه. اي واللي حقيقيه بالضبط، باش تبدا حاجه مفهومه. اما ملاحظه من الاول سي حيدر، الكلام اللي باش نقوله الكل راهو جمعيه الاتحاد الرياضي المنستيري من عام 1998 قامت ببحث كبير على الموضوع نتاع تاريخ نشاه الاتحاد الرياضي المنستيري. هذا باش نعطيه لكل واحد حقه باش نوضحه الظروف الكل. تذكر انت خويا حيدر يمكن في موسم 1997 1998، هذا في المسير سميناه موسم الامتياز،
لأنه كان الموسم هذا اللي رجع فيه أكابر كرة القدم للقسم الوطني وفريق كرة السلة التوج بأول بطولة. في آخر الموسم هذا كانت فكرة الرئيس بتاع الجمعية أنذاك سيد زوير شاوش إن شاء الله ربي يمتعه بالصحة، أنه يلزم التأريخ وتوثيق التاريخ الصحيح لجمعية الاتحاد الرياضي المونستيري، وكان هو صاحب الفكرة وألحها على السيد محمد البرقاوي اللي هو إنسان كاتب وصحفي وخدمت في وكالة تونس إفريقيا الأنباء مدة 35 سنة ومتخرج من المدرسة القومية للإدارة سنة 1974، وهو إنسان مختص في التوثيق والأرشيف وعلوم المكتبات. كلفوا باش يعمل بحث شامل وعلمي لتاريخ الاتحاد الرياضي المونستيري، والبحث هذايا دام 98 وانتهى سنة 1999، والبحث هذايا تركز على أرشيف جمعية الاتحاد الرياضي المونستيري، على أرشيف بلدية المونستير، على الرايت الرسمي، أرشيف الكتابة العامة للحكومة التونسية، والأرشيف الوطني. وصارت كذلك جلسات استماع للاعبين قدم ومسيرين قدم في ذلك الوقت. حصيلة الأبحاث اللي قام بها سيد محمد البرقاوي واللي وثقها في كتاب بعد ما خرجت هالأبحاث هذه الكل توقت في كتاب اصدر سنة 1999 في كتاب اسمه الاتحاد الرياضي المونستيري كرة وجذور، وحط فيه التاريخ كامل. إذن الحكاية باش نقوله ملول، هي الحكاية ما جاتش توا متاع 1923، رأي الحكاية محسومة في المونستير وبالنسبة لمدينة المونستير وأبناء مدينة المونستير والاتحاد الرياضي المونستيري، محسومة من 1999 بعد البحث الأكاديمي التوثيقي اللي قامت به الجمعية وقام به مشكور سي محمد البرقاوي اللي خرجوا بعد في كتاب. نجيو توا للحكاية. هي جمعية روسبينا سبور، هي كانت شركة من سوسيتي تكونت في المستير في 17 مارس 1923، والقانون الأساسي نتاعها موجود وحتى في الكتاب هذا موجود وعثر عليه في الأرشيف بتاع بلدية المونستير. وقت اللي بدأت جمعية هذا متاع روسبينا سبور، وحتى الفصل الثالث من القانون الأساسي متاع الشركة هذه يقول أنه الزي متاعها كان أبيض وتوشحه نجمة خماسية زرقاء اللون على الجهة اليسرى من الصدر. كي تكونت هذه الجمعية في 17 مارس 1923، وكان اختصاصها في كرة القدم، ومارسوا فيها عديد اللاعبين، فيهم طلعين، فيهم فرنسيس، وفيهم كذلك من أبناء مدينة المونستير. كيما الجمعيات الكل. هذا في 1923. بعد المشهد الرياضي في مدينة المونستير، لأن مدينة المونستير ما كانش فيها كرة القدم فقط، كانوا صحيح فما كرة القدم في روسبينا اللي تأسست عام 1923، بعد في 1931 تكون نادي التنس بالمونستير، تنس كلوب بمونستير TCM، هذايا كونته طبيبة روسية مونستيريات، هذه جاءت معناها من روسيا وقت الثورة البولشيفية من روسيا، خرجوا وقصتها معروفة، جاءوا البنزرت وبعدها جاءت المستير وكانت مغرومة بلعبة التنس، وأسست نادي التنس بالمونستير هذا عام 1931. عام 1934 تأسس نادي كرة الحديدية تحت اسم لابول مونستيريات، ويعرفوا حتى الناس الكل في المونستير ورجال كبار خلطوا، ملعب التنس بالمونستير كان موجود بحذا بحر القراعية، بحذا السور، بحذا بور سيدي مسعود، وين توا مستوى نصب الاسفلانات، بحذا بالضبط كان نادي الكرة الحديدية. إذن المشهد الرياضي في المستير كان فيه في 17 مارس 1923 شركة روسبينا سبور اللي هي أسلم في كرة القدم، وكانت تلعب المقابلات بتاعها في ملعب الغدير بحذا مكينة الفيتورة. بعد 1931 جاءت نادي التنس هذا زادة كان شركة، و 1934 نادي الكرة الحديدية. المعطى اللي صار أنه في 1941 اصدر أمر علي عن الباي أحمد باشا باي تونس، هذا في 7 أوت 1941 اصدر أمر علي ينظم الأنشطة الرياضة البدنية في الإيالة التونسية، وهذا يخذوه على القانون الفرنساوي اللي القانون الجديد بتاع فرنسا، مش ما ندخلش في ياسر التفاصيل القانونية. في وقت الحرب العالمية الثانية فرنسا بدت قانون بتاعها ولات الدولة حاطة يدها على الجمعيات. تونس باعتبارنا احنا كنا مستعمرين من فرنسا، عملنا كيفهم بالضبط، ووقع إصدار الأمر العلي في 7 أوت 1941، وعملوا قانون جديد للجمعيات الرياضية. وبعد مباشرة في 20 نوفمبر 1941
هبط قرار من الكاتب العام للحكومة التونسية يقول اللي يلزم الجمعيات تبدل القانون الأساسي نتاعها كما النموذج اللي تنشر في الرايت الرسمي. قدم لي أكثر شوية أستاذ رياض، هي راي مهمة تفاصيل تاريخية ما بيش الناس ما تضيعش الخيط. وين الاتحاد المنستيري تو في هذا؟ تو سميت لي هذوما الكل بالضبط. احنا تو وصلنا في هالحيثيات والظروف الكل كاية، عندك جمعية روسبينا وعندك نادي التنس في المنستير وعندك نادي الكرة الحديدية والتنس. وعندك نص قانوني يقول لك يلزم الجمعيات هذه تحين القانون الأساسي نتاعها، وبعد يلزم تقدم مطلب للكاتب العام للحكومة التونسية. إذا في الخضام هذايا وقع إشعارهم أنه الجمعيات هذوما إذا كان ما حينوش القوانين الأساسية نتاعهم أنهم باش يكونوا ما عادش عندهم رخصة ما عادش يمارسوا نشاط. وقدموا الملف ثلاثة جمعيات وبرئاسة روسبينا سبور، قدموا ملف، الملف هذا تحت عدد 79 تقدم لرئاسة الحكومة التونسية وقالوا احنا مش باش نقدموا كل جمعية وحد علاش نقعدوا، قدموا ملف قالوا باش نتحدوا في جمعية يسميوها الاتحاد المنستيري ومن غادي كان جاي اسم الاتحاد الرياضي المنستيري. وقت اللي تقدم الملف هذا تحت عدد 79 وقع تحرير قانون أساسي بالنسبة للجمعية فيه ثلاثة رياضات هذوما، والاتحاد الرياضي المنستيري باش يولي جمعية برك والأخرين باش يوليوا ثلاثة فروع. وتقدم الملف على الحكاية هذه وقدم للكتابة العامة للحكومة التونسية، وبعد الملف فيه القانون الأساسي وفيه دفتر الحسابات، باش نرجع لك لدفتر الحسابات، وفي 13 جوان 1942 صدر في الرايت الرسمي للإيالة التونسية، ما كان الوقت ما زالت ماشي الجمهورية التونسية، اصدر القرار بالموافقة تحت عدد 79 على الجمعية المسماة الاتحاد الرياضي المنسي. وتم اعتماد معناه التاريخ القديم اللي هو متاع روسبينا هكا ولا؟ احنا علاش نقوله توا بالنسبة للاتحاد الرياضي المنسي اللي هو لمهم ثلاثة هذوما وصارت الاتحاد ما بيناتهم، وهمش نقول لك علاش في دفتر الحسابات اللي تقدم للحكومة التونسية، لأنه يش يقول لك الملف يزم فيه دفتر حسابات ويقع ختمه، وقع ختمه بتاريخ 1 ماي، ودفتر الحسابات هذا وقال عمل به من 1942 حتى 1971 هو كيل كراسة يقع ختمه، وهذا تخدم عليه زادة من طرف السيد محمد البرقاوي من أول المداخيل اللي ترسمت في الميزانية متاع الاتحاد الرياضي المنستيري لسنة 1942 اللي كانت تبلغ 10,000 فرنك، كان فما مبلغ 5,935 فرنك هو نتاج متاع الأموال اللي كانت عند روسبينا ونادي التنس ونادي الكرة الحديدية بالمنستير. إذن عندما تكون الاتحاد الرياضي المنستيري في 13 جوان 1942 كاتحاد بين ثلاثة هذوما مباشرة كانت له ثلاثة فروع، هو فرع كرة القدم اللي كان قبل روسبينا سبور، وهو فرع في الكرة الحديدية اللي هو كان قبل نادي الكرة الحديدية، وفرع في التنس اللي هو كان نادي التنس دي المنستير. هذا هو يعني تاريخ الـ 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 خلينا نقول تجميع الفروع هذه الكل هو معناه يتم اعتماده من طرفكم على أساس وهو فقط تاريخ تجميع، لكن النشأة والتأسيس كانت في السنوات الأولى 23 وقت اللي انطلقت روسبينا ومن بعد بقية الفروع. باختصار أستاذ رياض نابلي، إذا كان فما إضافة صغيرة في هذا الموضوع اي ثم اضافه صغيره في الموضوع هو معناها حتى اللاعبين معناها القدم والناس الكل اللي كان القدم يقولوا معناها بالنسبه خاصه احنا باش تو شركزوا على روسبينا باش ركزوا على فرع كره القدم، بالنسبه للملاعبيه هما نفسهم، بالنسبه زاد حتى للمسيرين اللي كانوا قبل في روسبينا هما اللي كملوا واصفوا بالاتحاد الرياضي المنستيري، الملاعبيه اللي كانوا في روسبينا كملوا في الاتحاد الرياضي المنستيري. باش نعطيك مثلا مثال من الملاعبيه مثلا اللي لعبوا معناها كانوا في روسبينا وبعد كملوا، مثلا المرحوم علي الماي، مثلا المرحوم محمد جعفر شوهره الاحمدي يعرفوه، محمد بسباس المعروف شوهره القط هذا حتى من باب الطرفه كان يلعب حفيان ومعروف، طلعش عزيز شاكر بسباس هذا زميلنا ولا حاجه عزيز معروف. وفما زاد الشهيد مصطفى بن جنات اللي كان عنده دور كبير زاد بعد في تركيز الاتحاد الرياضي المنستيري. للامانه اخويا حيدر بالنسبه للاعبين الاتحاد الرياضي المنستيري معنا ما فحسوا حتى فرق، إلا الفرق الوحيد أنه الزي أصبح أزرق وأبيض، وتعرف أزرق وأبيض لأنه المدينة المنستيري على البحر، والأزرق فيه الرمزية القوة والهدوء، اختاروا ما تبدل عليهم حتى شيء، حتى الملاعبية معناها في كل وقت هكاية واصلوا معناها نفس اللاعبين
نفس محسوب المسؤولين اليوم 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 فما فما خلينا نقول معناها استحسان للجائزة تهنئة اللي صدرت من عدة فرق تراجي نادي الفيقي وعدة فرق أخرى. فما من جماهير الاتحاد المناصري يقول لك مثلا جارنا النجم الساحلي ما هنناش أوكي كلها أندية كبيرة لكن يقول لك جارنا وأقرب التراجي والفريقي حتى جغرافيا ما هنناش. فما حساسية في الموضوع هذا مثلا بين الجماهير ولا حاجة؟ والله باش تكون الامور واضحه هو فما بعض حساسيه بعض من جماهير النجم الرياضي الساحلي ترى ان تقول لك انتم الموضوع هذا عملتوه فما بعض تزييف للتاريخ تحبوا ومعناها تاخذوا الموقع انه تتسق قبل النجم الرياضي الساحلي وهي الحكايه دي مش صحيحه لاني انا قلت لك بكري علاش قلت لك انه حكايه 23 انا وقع نحسمه فيها من سنه 1999 بعد ما قبل البحث. وحاجه اخرى راهو معناها بالنسبه للساحل هو معناها الاتحاد الرياضي المنستيري اللي معناها بالوثائق وبالادله في عام 1923 لكن ما نساوش أنه معناها في الساحل الجمعية الأولى هي جمعية الوطن السوسي وباتريوت السوس اللي متأسس عام 1904 هذا هو هذا هو معناها احنا بالنسبة لنا هذيك معناها مثلا ما تهمناش. أما فما بعض حساسية قلت لا أنتم عملتوها الحكاية هذه باش تقولوا أنتم مكونين معناها ما قبل النجم الرياضي الساحلي. احنا كل احترام للنجم الرياضي الساحلي والعراق والبطولات والتاريخ والجمهور والكل احنا نحكيه على روحنا الاتحاد الرياضي المنسيري قمنا بالبحث هذا وذا البحث موافق وطلبوا رئيس الجمعية معناها سي زوايا شاوش وقعد عام كامل الناس تخدم عليه وجاب الوثائق هذه بالأدلة. احنا نحكيه على رواحنا احنا نقول الاتحاد الرياضي المنستيري هو 1942 كاتحاد بالثلاثة جمعيات هذه لكن نواته الأولى كان روسبينا سبور وبكل الأشكال كان امتداد لروسبينا سبور. نزيد حب نعطيك حتى معلومة لا لك هو يزي أكثر من هكا ساي فهمنا واقتنعنا ويعطيك ألف صحة رياض نيب يعطيك صحة فعلا على كل المعطيات ذي لأنه نحكيه على محاضرة في التاريخ بالوثائق وكل شيء. يعطيك صحة أستاذ رياض نابلي وتمنياتنا بالنجاح وبدوام النجاح للاتحاد المنسيري في المئوية متاعه الاتحاد المنسيري اللي يخرج من تونس وشعاعه ينطلق ويمشي محليا يمشي قاريا إقليمية الحقيقة. شكر كبير لأستاذ رياض نابلي ونهنيه مرة أخرى حبالو يسمو بمئوية الفريق متاحهم بيب. وبعد نرجع نحكيه على المنتخب الوطني هل يقبل يوسف شرميتي دعوة المنتخب الوطني ولا لا هذا موضوعنا بعد لحظات. حاطه على المنتخب الوطني كبر لكن خلينا نبدأ بخبر من لحظات خبر جديد جديد مفاجأة الحقيقة إقالة عادل سليمي من تدريب منتخب أقل من 20 عام اللي ترشح للمونديال في اندونيسيا وتعويضه بمن بمنتصر لوحيشي. منتصر لوحيشي سيكون مدرب منتخب اقل من 20 عام في المونديال القادم في اندونيسيا بعد تقريبا ايام قليله ما ناش نتحدث على مده طويله. ناخذ عندك تعليق وليد مفاجاه تعتبرها غير منتظر عادل سليمي عمل كاتريان بلاس في الكان ترشح للمونديال مع منتخب اقل من 20 عام تتم اقالته وتعويضه بمنتصر لوحيشي. أنا نقول أول حاجة ساعة مش أول مرة تتم إقالة عادل سليم صارت له في المنتخب الأول ليكيب آه مع منذر الكبير وقعد بريود معناها ممكن كان فما محادثات بينه برئيس الجامعة على منصب مدرب الأوسط. أنا جلو ريسبكت عادل السليمي قلت لك مدرب خدمت معاه فترة صغيرة في المرسى كيف كيف معناها كأنسيان جوار ما نجم كان نحترمه كارير كبيرة ولعب في البرة لكن معناها مسائل كيما نكاية معناتها الحقيقة ما تصيرش مع مدرب عنده معناها ستاتو وخدم وكذا اشاك فوا يتنحى ومن بعد يسكت وما يعطيش دي زيكسبليكاسيون خرج قال لا ما يعطيش عادل لاعبيه راسهم تحسوا ديما فرحان عادل مهما كان القرار عاقل اكثر من اللازم عادل عاقل اكثر من اللازم بالله يا عادل السليمي هذا عنده عقليه اكثر من اللازم وانا قلتها راهو يا رسول الله انا واحد من الناس نترشح كاس عالم نمشي كوب دافريك نعمل كاريداس ونترشح كاس عالم بعد يجي غيري مع احترامي المنتصر وغيره خويا نتاعي هذيك نمشي نلعب انا الكومبيتيسيون علاش ما نلعبش انا الكومبيتيسيون هذيك وعلاش انا نتنحى ونسكت يا خويا ما فهمتش انا فما ناس بالك تقييم للكان كان سلبي كان تقرير سلبي على عادل السليمي في ادارته للمقابلات في ادارته للاعبين عمل تصريح يمكن ضره شويه عادل قال انه فما لاعبيه غالطين في رواحهم مش بالهم وصلوا انه كي تكلم هكا على لاعبيتك كانك فقدت شويه السيطره وليد هو فما مشكل راه فما معناتها من الناحيه الفنيه والتكتيكيه صارت اخطاء في الكوميونيكاسيون كيف كيف لكن اليوم كيف نحكيه على اقاله وحطان مدرب في بلاصه مدرب
معناها ما نش بعاد برشا على بعضنا لو في تونس صحيح. معناها شنية النجاحات الكبيرة اللي عملناها وشنية هالألقاب وشنية فهمتني السيزون اكستراوردينير اللي المدربين أبار كلكوزان اللي نعرفوهم يتحسبوا معناها كابتين وكعبة الناس اللي تهز في التيترويت وعندها تاريخ وعندها بصمة في كرة قدم التونسية لوريست ناس كل تخدم على رواحة تجتهد وكذا ساعات تمنع ساعات تطيح ساعات مليو التابلو هذاك هو شنو عنا مع الناس معناها حاجة كبيرة ياسر عنا ناس تخدم البرة كيف كيف ومنورين وفي كذا واحد في بلدان عربية وغيره لكن اليوم أنا نقول بور فينير راهو عادل يلزم يكون معناها مواقفه أقوى من الكيكة معناها بالحقيقة خاصة وأنه خلي نقرأ نص البلاغ الصادر منذ دقائق على عن الجامعة التونسية لكرة القدم. قرر المكتب الجامعي أحدث تغيير في مستوى الإطار الفني لمنتخب الأواسط وذلك بتعيين منتصر الوحيشي مكان عادل سليمي. ويتوجه المكتب الجامعي للسيد عادل سليمي بالشكر راجيا له النجاح في مسيرته المهنية. توجه بالشكر هذه المرة الثانية بمناسبة شهر رمضان المعظم ومعناتها وإن شاء الله كل عام نحن بخير. معنا كان النجم منجمو كان نتمنوا التوفيق لمنتصر الوحيش ونسألوا ديما على عادل السليمي اللي ما يقدمش الحقيقه تفسيرات ما يعطيش مواقف فوالا تقييم انه عادل السليمي كارير ملاعبي كبير برشا كمدرب فما ديودي با فما برشا حاجات يتسال عليها يمكن عادل السليمي. خلينا نمشيو ليكيب ا نحكيو على منتخبنا الوطني اللي واجه غدوه ليبيا. المنتخب الوطني اللي كان فيه زاد عادل السليمي وخرج منه ومشى المنتخب اقل من 20 عام حاصلو هذا غدوة مواجهة المنتخب ليبي. لكن برشا أسئلة تهم لاعب يوسف الشرميتي لاعب سبورتينغ ليزبون البرتغالي اللي عنده وصول تونسية الجامعة اتصلت به صار معاه المجهود اللي لازم يصير شنو موقفه اللي جاب بعد لحظات ريكاب سبور ريكاب سبور من الأربعة والنصف متاع العشية حيدر الشرمي ندوة صحفية المدرب الوطني حضروا اليوم مكي عوني وعبد السلام ديفال. جلال القادري في سؤال حول قرار لاعب سبورتينغ ليزبون البرتغالي يوسف الشرميتي مهاجم الحقيقة من طراز أول ملاعبي مهم قاعد يتطور برشا عمره صغير إذا كان يجي لتونس ينجم يفيد برشا المنتخب الوطني. لكن شنية موقف الملاعبي هذا جلال القادري؟ منتخب التونسي كان واضح في الدوسي هذا وسبق وصرحت به اتصال قام هو بيدو أكد هذا. اليوم الكرة عند لاعب احنا نتمناه كل اللاعبين مش كان يوسف الشرميتي هو لاعب شاب لاعب ممتاز كل منتخب يتمنى باش يكون معاه. لكن حسب اعتقادي انا دائما المنتخب التونسي والانتماء للمنتخب التونسي هو شرف الكل لاعب. اول شرط كونه اللاعب تكون عنده الرغبة وحب الانتماء للمنتخب التونسي. إذا يوسف الشرميتي اختار باش يكون المنتخب التونسي هو معناته يكون مع المنتخب التونسي شيء فرحنا ونعتز به. إذا اختار باش يكون مع المنتخب البرتغالي إن شاء الله ربي يوفقه ونتمنى له حظ أوفر. لحد هذه اللحظة دونك نفهم أنه يوسف الشرميتي مازال ما خذاش القرار النهائي. الحقيقة نتمنى وهم ما نجموش معنا حتى حلاق بخلاف أنه نتمنى ويكون موجود معنا لازم يكون عنده هو زادة رغبة يجي المنتخب الوطني باش تجري وراه برشا زادة أوكي تنجم تكون براغماتيك وتحاول وكذا ومتذكر مش تتغشش فيه ساعة لازم تخدم عليه الدوسي وتوسع بالك فيه. أما زادة إذا كان هو ما يحبش زايد يا اخي باهيشي ما يحبش يلعب في البرتغال هو حر يلعب في البرتغال فما مئات الالاف ملاعبيه معناتها هو اوكي ملاعب عنده بوتنسيال وفي ليسبون لكن ما يحبش يختار هو حر كيما غيره برشا ملاعبيه ما حبوش يجيو كل واحد حر في رايه. هذا هو فيما يخص مقابلة غدوة هذا شنو قال جلال القادري اليوم في المؤتمر الصحفي على المواجهة ضد المنتخب الليبي. نعرفوا اللي مش تكون مباريات معقدة شوية لأنه منتخب ليبي عنا ليه كل الاحترام منتخب يفرض الاحترام. البطولة والدوري الليبي نعرفه اللي في فترة سابقة بعد أحداث الكورونا توقفت شهدت صعوبات كبيرة. اليوم نتابعه في الدوري الليبي عنا عدة مدربين ولاعبين ينشطوا في الدوري هذا دوري محترم جدا دونك نعرفه اللي بش يكون منافس صعب منافس عنده إمكانيات فردية خاصة في الشق الهجومي لاعبين اللي يمتازوا إمكانيات محترمة ومحترمة جدا. من المنطلق هذا يظهر لي أونيا فيرتي متحفزين كل اللاعبين كل المجموعة تعرف قيمة المباراة تعرف الصعوبة اللي نجم ونواجهها في المباراة هذه. اللي لاحظته طيلة التربص هذا استعداد كبير من ناحية المعنوية من ناحية الذهنية
ثم رغبة كبيرة من اللاعبين الكل. اليوم اللاعبين ولاو يجيوا للمنتخب بروحة كبيرة، إصرار كبير، ثم أمبيونس خارقة العادة داخل المجموعة نعيشوا فيها. إن شاء الله نكونوا موافقين في مباراة غدوة باش نحقوا نتيجة إيجابية مع نعطيه صورة مميزة للمنتخب التونسي إن شاء الله في المباريات هذوما. جلال القذف خصوصا مقابلة غدوة لتاب جديدة مع المنتخب الوطني المرحلة جديدة. عيسى العيدوني ديما فرحان بدعوة المنتخب الوطني وديما فرحان بالعودة لتراب تونس. عيسى العيدوني On les a rencontrés il y a deux ans, ça n'a pas été facile, mais voilà, il va falloir qu'on y aille avec beaucoup de détermination et qu'on se batte pour pouvoir faire un bon match, rentrer avec beaucoup de détermination et faire ce qu'on sait faire. Donc voilà, vraiment prendre ce match au sérieux et Inch'Allah tout se passera bien pour nous. Une nouvelle phase qui commence après le Mondial, donc il va falloir continuer sur ce qu'on fait de bien, corriger ce qu'on a fait de moins bien et voilà, être habité d'une grande détermination pour pouvoir obtenir les objectifs qui nous sont donnés par le coach, par nous-mêmes, par la fédération. Donc voilà, prendre vraiment les choses à cœur et comme je dis, avoir de grands objectifs. عيسى العيدوني وليد مقابلة ميسة لدى المنتخب الليبي فوارق خلينا نقوله كبيرة، لكن على التيران عمرها ما كانت مواجهة سهلة بين تونس وليبيا. فما حتى ماتش غني دافونس ويفو جامي سوزيستيمي كيكسو سوا، ماتش مهم معناه ماتش أوفيسيال ماهوش ماتش ودي، ماتش تصفيات كأس أفريقيا. اليوم نشوفوا المنتخب نتاعنا بعد كوب دي موند بين وجهه باش يظهر، وإن شاء الله نقدموا مقابلة محترمة وننتصروا. الماتش ماهوش سهل ماهوش سايب. هذا هو، شكرا لك وليد الهيشري، يعطيك صحة.